السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم، الدولار والعملات الأوروبية والعملات العربية. دولار أمريكي اليوم 5/2/2022 في مصر، دولار أمريكي 15.66 للشراء مقابل 15.75 للبيع. اليورو 17.68 للشراء مقابل 17.79 للبيع. أما الجنيه الاسترليني 21.31 للشراء، 21.45 للبيع. الريال السعودي 4.17 للشراء مقابل 4.20 للبيع. الدينار الكويتي 51.71 للشراء مقابل 52.17 للبيع. الدرهم الإماراتي 4.26 للشراء مقابل 4.29 للبيع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.